بنصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. النهاردة 29 رمضان، النهاردة دار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر شوال علشان نتأكد هل بكرة هيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين، ولا هيكون بعد بكرة. لكن سواء كان العيد بكرة أو بعد بكرة، خلونا نكلمكم النهاردة عن فضل ليلة العيد، فضل هذه الليلة المباركة اللي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه ويوم لم يمت قلبه يوم وتموت القلوب يوم تموت القلوب تحديدا. خلونا يعني نعرف فضل هذه الليلة، ليلة العيد، ونعرف تفاصيل أكتر ونحكي أكتر فيها بسنت، وإيه اللي احنا ممكن نستعد بيه. حي عندنا أسئلة كتيرة جدا، منها أنه إزاي نعلم لأولادنا فضل ليلة العيد وإزاي نحيي هذه الليلة. يمكن دي من حاجات المهمة جدا، طبعا كلنا بنحاول على قد ما نقدر نحيي الليلة في الشهر الكريم في رمضان، لكن ماذا نفعل في العيد وإزاي نعلم أولادنا الاحتفاء بهذه الأيام المباركة. معنا ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد البكري القارئ بالإذاعة المصرية اللي هيجاوب على كل هذه الأسئلة. كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. حضرتك طيبة وبخير ومصر كلها بخير يا رب. يعني من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نعم. إزاي نحيي هذه أو نحيي هذه الليلة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية هذا الحديث رواه ابن ماجة في سنن الإمام ابن ماجة، رواه عن أبي أمامة. نص الحديث: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يعني ايه؟ معنى الحديث ان ليله العيدين سواء الفطر او سواء كان عيد الاضحى او عيد الفطر، هاتان الليلتان فيه كتير من الناس بيغفل عن الخير اللي فيهم، عن الطاعه اللي فيهم. انتهى مثلا رمضان، خلاص كده الكل بيبدا ايه؟ فيه اللي يغفل عن الطاعه، وفي اللي ممكن بعض الناس بتحييهم في يعني في امر غير سابق في المعاصي. يعني احيانا نعم. فالكيس والعاقل واللي سلك طريق النجاح الحقيقي اللي هو يقيم هاتان الليلتان في 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 ظل ان الكل يغفل هو يقيمهم. طب يقيمهم ازاي؟ طبعا في رمضان كنا بنصلي التراويح في المسجد والتهجد. صحيح. هل ليله العيد ينفع ان انا اعمل كده؟ لا، انما يستحب والافضل ولا يصح غير ذلك، يعني ما ينفعش غير كده ان يقيمها في بيته. يعني مثلا حضرتك تصليها تصلي ركعتين في البيت، في بيت حضرتك، اهل بيتك ياتموا بيك، تبقى انت الامام وهم يصلوا وراك، او ممكن تذكر ربنا جل وعلا باي اسم من اسماء الله تعالى، تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تستغفر ربنا جل وعلا، الذكر بشكل عام. يعني نوع في الطاعه، والامر يسير، مش الليل كله، مش الليله كلها. ساعه واحده بعض العلماء يعني قالوا ساعه واحده تكفي. اي ساعه بقى احب؟ اي يعني ما تيسر. هنفترض ان حضرتك ممكن تقدر تصلي ركعتين الساعه واحدة مثلا بعد منتصف الليل، جميل، وقتك يسمح بكده، ده الوقت المتاح بالنسبه لحضرتك. انا وقتي ممكن بفضل التلت الاخير من الليل مثلا قبل الفجر مثلا بساعه ساعتين، اصلي ركعتين، اقعد اقرا قران، استغفر ربنا، اصلي حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايا كانت العباده نحيي بيها الليل. ما تيسر كمان. حتى ان بعض حتى الحنفيه ذهبوا للراي هنا، قالوا ايه؟ قالوا ان قيامها يكون ازاي؟ من باب التيسير كمان، على ان يعني الامر بسيط جدا. الدين يسر. قالوا ان تصلي العشاء في جماعه، يصلي العشاء في جماعه، وينوي يعزم ان هي على انه يصلي الفجر في جماعة. طيب صلى العشاء في جماعة،
ثم نام، يعني هو صلى العشاء في جماعه حاضره اتحسبت له، انما اللي عمله بالنيات ونام، يقوم الفجر يصلي الفجر في جماعه كده كده ايه احيا الليل. طيب اذا ما قامش يعني ما صلاش في جماعه، ما ادركش الفجر في جماعه، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ايه اسمه الكريم. صحيح. وربك يعني رب قلوب. مولانا عايزين يعني نسمع من حضرتك ابتهال بمناسبه دخول ليله العيد ونحيي بيها فرحه العيد، او ممكن حاجه رمضان برضو بما اننا بنودع الشهر الكريم ان شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يا رمضان، الله يا رمضان، فيك تنزلت آيات ربي بالهدى القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا في ليلة القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا وفاء أزكى السلام من السلام أمانا إنا قد اخترناك إنا قد اخترناك قد اخترناك فقرأ باسم الذي خلق الوجود فكان. الله الله عليك. طيب عاوزين نعرف من حضرتك بقى، بما اننا بنتحدث عن ليله ربما تكون هي الليله الاخيره في هذا الشهر الكريم، بنتكلم كمان على زكاه عيد الفطر. نعم. اهميه هذه الزكاه وكيف تخرج هذه الزكاه وازاي اقدر ان انا احسبها اصلا. و مش لازم الميكروفون. ماشي. اتفضل. زكاه الفطر موعدها يعني الى ما قبل صلاه العيد. لحد قبل صلاه العيد متاح ان انت ده الوقت بتاعك. اذا خرجت بعد صلاه العيد بقت كده مش زكاه فطر، بقت صدقه. ده اولا. ثانيا طبقا لما يعني قررته دار الافتاء ان زكاه الفطر على الفرد لا تقل تقريبا عن 30 جنيه للفرد. طيب
في بعض الناس اللي هم ايه يعني احنا قلنا الدين يسر وسيدنا النبي اللي علمنا كده وقال لنا كده صحيح. في بعض الناس بتتشبث وتقول لا ان زكاة الفطر حبوب وليست نقود. صحيح. لا يعني ما ذهب المذهب اللي ذهب الى انها تجوز نقودا ده مذهب الامام ابو حنيفه النعمان وده بس هو الاصل اللي هي حبوب. نعم نعم. ولكن الامام ابو حنيفه النعمان لم يفتري وما تكلمش بهواه ده هو تكلم ايه؟ باب الاجتهاد مفتوح طالما لم يضر بالشريعه الاسلاميه. فباب الاجتهاد هو اجتهد في ان الفقير او المسكين او اي نوع هتخرج له زكاه الفطر لان الزكاه معروفه بتخرج للثمانيه انواع اللي هم المعروفين انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين الى اخر الايه. قال ان الفقير هنا او اللي هياخد الزكاه دي ممكن محتاج انه بعض النقود يشتري حاجه لاولاده لبس يشتري طعام. طيب انا لما الكل يخرج حبوب مثلا هو هيضطر ان هو ايه يبيع الحبوب عشان ممكن يبيعها بثمن بخس. الله يرضى عليك. ثمن بخس ممكن بنص ثمنها. حاجه ثانيه ممكن ان هو مش يعني مش يبيعها بثمن بخس بس الحاجه بتاعت البيت او اولاده او اسرته بيبقى مثلا نبدر بميعاد اخراج الزكاه مثلا يعني اللي ما خرجش يعني الوقت معاه لحد مثلا العصر المغرب يعني اذا من المستحب زي ما حضرتك يعني قلت ان هي تخرج في صوره نقود مش مولانا يعني انا جاي النهارده اسمع فانا حابه اسمع من حضرتك ما تيسر من القران الكريم. يزيدنا شرف. يزيدنا المايك بقى بعد اذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون
السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ايه العظمة دي يا دكتور احمد؟ العظمة اللي الله يفتح. لا والله يحيي بجد، يعني الله يفتح عليك، ربنا يحفظك. يعني دكتور احمد البكري القارئ بالإذاعة المصرية، نورتنا وشرفتنا، وكل سنة وحضرتك طيب، عيد سعيد عليك يا رب وعلى أسرتك الكريمة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وزادنا شرف بتواجدنا معكم في البرنامج الطيب المحترم. الشرف لينا. شكرا لحضرتك، وما أجمل أن نختم حلقتنا النهاردة بآيات بينات من القرآن الكريم. نشكرك يا مولانا.